السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تريكات على المشي. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن طريقة تغيير شكل الفوليوم كنترول او التحكم في الصوت من الشكل القديم اللي هو ده لشكل الميو اي 12.5 اللي هو ده. فلو انت مهتم بالموضوع ده خليك معنا لحد اخر الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الشرح. اهلا وسهلا بيكم مره تانية على قناه كوكب التكنولوجيا. عشان نقدر نغير شكل الفوليوم كنترول من الشكل القديم للشكل الجديد هنستخدم ملف بسيط جدا. الملف ده نازل بشكل رسمي وما بيضرش الجهاز في اي حاجه. ونزول الملف ده دلوقتي هو يعتبر حاجه كده زي تسريب لميزه من مميزات الميو اي 12.5. فعشان نبدا الخطوات اول حاجه هنعملها ننزل الملف ده من وصف الفيديو، وهيظهر لك دلوقتي في علامه الاي اللي فوق فيديو بيوضح لك طريقه تنزيل وتثبيت اي ملف من على القناه. بس قبل ما نبدا التثبيت تعالى اوريكوا شكل الفوليوم كنترول اللي موجود عندي على الجهاز. ده الشكل القديم اللي موجود عند كل الناس دلوقتي. تعالوا بقى اوريكوا ازاي هنغيره للشكل الجديد. بعد ما نزلنا الملف هنثبته زي ما بنثبت اي ابلكيشن، وبعد ما التثبيت يخلص هنخرج على الهوم سكرين ونجرب. هنلاقي الشكل اتغير، ولما ندوس كمان على الثلاث نقط دول هيجيب لنا الفوليوم كنترول الجديد. وزي ما انتم شايفين الشكل بقى افضل بكتير، والحركه كمان بقى فيها انيميشن جديد. طيب السؤال هنا بقى دلوقتي، لو انا الموضوع ما عجبنيش وحبيت ارجع تاني على النظام القديم، ايه اللي انا هعمله؟ كل اللي انت هتعمله هتفتح الاعدادات او السيتنجز، وبعدين تفتح التطبيقات، وبعدين إدارة التطبيقات، وبعدين تكتب في البحث كلمة System. هيظهر معاك System UI Controls اللي هي دي، هندوس عليها، وبعدين ندوس على إلغاء تثبيت التحديثات اللي هي دي، وبعدين حسنا، وبعدين نخرج على الهوم سكرين ونجرب تاني. هنلاقي شكل الفوليوم كنترول رجع تاني للشكل القديم اللي كان عليه قبل ما نعمل اي حاجة. فلو انت عجبك الشكل الجديد هتقدر تثبته، ولو حبيت ترجع للشكل القديم هتقدر ترجع له بمنتهى السهولة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.